متتبعي ومتتبعات موقع العمق المغربي، أهلا وسهلا بكم وبكنا في لقاء جديد من برنامج جسور، حيث هذا المساء سنشيد جسرا نحو الزجل المغربي باستضافة أحد أعلامه البارزين الشاعر أحمد لمسيح. الشاعر لمسيح صاحب إصدارات كثيرة في الزجل نهزت العشرين، أذكر من بينها شكون طرز الماء، ظل الروح، توحشت راسي، حريفات، حال حوال، خيط الماء، ريحة الكلام، نجمة، بلادي، الكلام الضاوي، كلام آخر. وقبل الانخراط معه في أي حديث أترك له الكلمة أولا ليرحب به ويحدثنا قليلا عن نفسه. مرحبا سي أحمد. شكرا على الاستضافة في موقع العمق، وشكر خاص لبرنامج جسور والإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج. أحمد المسيح مواطن مغربي سعى إلى أن يكتسب الزجل موقعه ضمن الفضاء الشعري المغربي، وبالمناسبة فمصطلح الزجل المتداول عندنا في المغرب منذ الأندلس إلى الآن ليس هو نفس المصطلح المرجعي عند أقطار في المشرق. فهناك من يسميه الشعر الشعبي، في مصر يميزون ما بين الزجل الذي هو قول ينتج ما الناس الذين لم يدرسوا ولم يلتحقوا بالمدرسة، حتى لا أقول أميون، و يستعملون مصطلح الشعر العامي، الشعر الذي له خلفية ثقافية مثل أحمد فؤاد نجم وعبد الرحمن البنودي وغيرهم. في ليبيا يستعملون مصطلح الشعر المحكي، وفي لبنان أيضا. إذن فنحن احتفظنا بالتسمية لأنه ولد هنا في الغرب الإسلامي في الأندلس وسمي بالزجل، ونحن توارثنا هذا المصطلح. وفي داخل هذا الزجل بحكم أنه كريم، هذا الفن حقيقة كريم، فهو يفتح بيته للأم، للفطر، للراعي، للفلاح، وللمتصوف، وللفقيه، وللعالم، وللدكتور أيضا، دكتور الجامعي. إذن التنويع ليس هو في المصطلحات، ولكن التنويع في المنتوج بدون تقليل من شأن أي نوع من الأنواع الزجلية. طيب سي أحمد، شكرا على هذا التوصيف، أيضا شكرا على هذا الشرح وهذا، يمكننا نسميه هذا الفدلكة تاريخية اللي من خلالها نقدروا نصنفوا هذا النوع ديال الكتابة الشعرية. إذا ما نسميوش زجل، نسميه شعر طبعا، ولكن هذا النوع من الشعر هو كتابة بالعامية. إذا كيف يستطيع هذا الشاعر من خلال هذه الكتابة أن يجعل من لغة يستعملها الجميع شعرا، بما للشعر من عمق واستعارة وانزياح ومحسنة بديعية؟ يعني هل تتسع هذه اللغة العامية لكل هذا؟ السؤال الحقيقي هو هل من يكتب بالعامية قادر على أن يرقى بدارجة التي هي لغة التواصل إلى مستوى فني تستحق نصوصه من خلال ذلك
أن تنتسب إلى الشعر. شيء طبيعي أننا ربما بفخر أقولها وبدون مزايدة أو شوفينية، أن منذ السبعينات تجد في الأمسية هناك على المنصة شاعر بالأمازيغية، شاعر عمودي، شاعر تفعيلي، شاعر يكتب قصيدة النثر، وشاعر يكتب بالدارجة. إذن هذا المكسب رغم شكليته أنا أتناوله من جانب أنه رمز، وهذا الرمز له دلالة، بمعنى أن المغرب يحضن تنوعه بل ويغنيه بإفساح المجال لهذا التنوع كي يعيش ويحيا ويرقى وينتج. إذن فليست هناك لغة عاجزة عن أن تكون شعرا. اللغة هي مادة خام بالطبع لها خلفيتها، فكثير من نستعمل ألفاظا في الدارجة المغربية وهي عبارة عن مجاز، ليست لغة مباشرة، وربما يصعب ترجمتها حتى إلى اللغة العربية. مثلا نصور طرف الخبز، إذا أخذنا بحرفيتها المباشرة من الدرجة الأولى هي ليست كلام ينتسب للمباشر في البلاغة للحقيقي، ينتسب إلى كناية عن فعل يراد به كسب العيش. إذن إذا ترجمناها العربية ولا الفرنسية ولا أي لغة، إذن أنا بالنسبة لي أستحضر هنا في هذا المقام عبارة تاريخية للمرحوم طيب الصديقي عندما رد على أحد الصحفيين بأن هاتي لي الجرائد وسأمصرحها. إذن الخلل أو النقص أو الفقر الإبداعي يوجد عند من يتناول الدارجة ليسوقها إلى الفن. إذن فالعيب قد يكون في من يأخذ القاموس الدارجي ولا يضيف من عنده شيئا. أنه أنا بالنسبة لي هناك سرقة المال العام وهناك سرقة الكلام العام، أن يأخذ الإنسان كلام الناس ويستفه ضمن السطور أو ضمن صفحة معينة أنا لا أعتبره أبدع. هذا سرق، مجرد سرقة، أن تأخذ كلام الناس وتنسبها إلى نفسك، هذا بالنسبة لي لا يوجد فيه إبداع، هذا فيه مجرد استنساخ للكلام اليومي الذي يتناوله الناس في الشارع، في المقهى، في الحافلة، في القطار، ونعيد تدويره مثل ما يقع لمواد الحديد ولا البلاستيك ولا الكرتون، يعني نقوم بعملية تدوير وننسبه إلى نفسنا. إذن أكرر وأؤكد أن إذا كان هناك عيب ماشي في الدارجة. نعم، إذن الدارجة هي مادة خام جيدة للإبداع وللكتابة. فقط السي أحمد يرى أنه الذي سيستعمل هذه الدارجة هو الذي يجب أن يكون جديرا بها وباستعمالها. السي أحمد انخرط في الكتابة الشعرية منذ أواسط السبعينيات، ف
في فترة كانت فيها اللغة العربية هي واحد الرمزية كبيرة، واحد الرمزية قومية أيضا، وكانت قناة إيديولوجية. ثم أيضا اللغة كانت في ذاك الوقت تستقي واحد النوع ديال القداسة من كونها لغة للقرآن، حتى إن البعض أشار إلى الكتابة الشعرية بالعامية بأصابع الاتهام، وهناك أيضا من حمل الشعر بالعامية واحد الوزر على الأدب المغربي. كيف استطعت أن فاد بك من هذه المرحلة؟ ربما كنت إلى جانب أصدقاء آخرين ومعدودون على رؤوس الأصابع، كنا أطلق عليها يعني كتيبة كاميكاز ديال الزجاج، إن في هذاك الجو المحموم والذي تهيمن فيه إما الرؤية المحافظة إما تحكم الفقهاء، حتى في الذوق حتى في اللباس في كل شيء، وسريان الفكر القومجي، واعتبار أن كل ما يكتب خارج اللغة العربية يهدد العربية. العربية أنتجت من خلالها حضارات وأمهات الكتب وفلسفة وعلوم، هل ستهددها قصيدة مكتوبة بالدارجة؟ هذا الخوف على عذرية اللغة العربية جعل بعض السذاج ينساقون وراء الخطاب الإيديولوجي، سواء كان مغلفا بالدين أو مغلفا بالقومية أو مغلفا بتقاليدنا يجب أن نحافظ عليها. أنا بالنسبة إلي وسط هذا الجو المحموم غامرنا، لست وحدي، أنا من بين كتيبة انطلقت في السبعينات. و أؤكد لك أن الجريدة التي كنت أنتمي إلى حزبها كانت تنشر نصوصي ضمن الصفحة المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية ديال الخبر، مقدم ضرب مواطن، قيد ما عطاش عقد الازدياد لشي واحد. إذن فكانوا يعتبرون حنا بحال الشكاوي التي يقوم بها المواطنون داخل تلك الصفحة. ولكن عندما احتضننا الكتاب الفرنكوفونيين المغاربة والجمعيات والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، يعني أصبح لا مفر أن نجد لنا موقعا. وربما بسبب هذا كنا نقدم رشاوي شعرية إلى الجمهور وإلى المجلات والجرائد عن طريق ما يسمى بالكتابة الملتزمة التي يغلب على الشعار ويغيب عن الشعر، فيها نوع من التملق إلى الجمهور لنكتسب تصفيقا في القاعة، ولكن عندما نغادر القاعة لا يبقى سوى الغبار ديال الوهم. نعم. سأتي معك إلى نموذج من هذه النماذج، ولكن قبل ذلك أريد أن أقول لك بأنه في المتخيل الشعبي وحتى في المتخيل الجمعي عند الناس يعد الزجل هو واحد العتبة أو تهيئة لواحد التعبير غنائي سيأتي من بعده، يعني أن الذي يكتب الزجل كأنه يكتب أغنية. هذه المعادلة القصرية هل هي في صالح الزجل أم ضده؟ وهل على الشاعر أن يكتب للمغني أم أن يكتب للقراء في الأساس؟ أن يكتب لنفسه أولا، وقد أحسنت عندما قلت هذه المعادلة القصرية، بمعنى ليس فيها هناك اختيار، هناك فكرة مسبقة أو ما يريده الجمهور. ليذهب الجمهور الأمي إلى الجحيم، يمشي يستهلك شعر له مستوى ذوقه،
العيطة جميلة وفيها مجازات وفيها تعابير وصور، خلاني من العيطة ديال التلفزيون ديال اللي هي كتشبه ديال الأعراس وهذا. يعني ملي نسمعوا عيطة فيها حاضية البحر لا يرحل، وكنسمعوا في أغنية أمازيغية تيقول المنشد ما بقى لهم غير البحر يديوه، وهو كيهضر على الاستعمار انه خذوا كل شيء، الثروات والمعادن والاراضي، كيقول لك ما بقى لهم غير البحر يديوه. هاد الصور الجميله برمزيتها وبصورها الشعريه ايضا هي من الشعر الشعبي او المتداول شعبيا، ولكن تلقاو في نفس الوقت شيوع وديوع سيدي عبد الرحمن المجذوب أوسط الفئة الشعبية ولم يكن يكتب للغناء. تلقاو أيضا لألخص ما نطولش، أن الغناء كيجي من بعد الشعر، كيسبقش الشعر، أن الشاعر محمود درويش كتب نصوصا وجاء مرسي الخليفة لحنها. إذن محمود درويش ما كتبش باش يغني مرسي، بل مرسي الخليفة تذوق وعشق نصوص درويش وحولها إلى بالطبع هناك شعراء يكتبون من أجل الغناء، يكتب وهو في نيته، وأحيانا يكتب بصوت الأنثى، نزار مع نجاة الصغيرة، السيد طيب العلاج، علي الحداني مع واحد المجموعه ديال الاغاني. هذا جانب، هذا نوع من الانواع ديال الزجل. مثلا انا غنت لي واحد المجموعه سميتها شالابان، موجوده في هنغاريا. نعم، غنى لي السي عبد الفتاح نقادي اللي يدير الموسيقى ديال الجينيريك اللي تشهرت ديال وجع التراب، ودار مجموعه ديال الموسيقى التصويريه ديال الافلام والمسلسلات. هما اختاروا نصوصي، ما كانتش في نيتي ان غتغنى. اذا كاين واحد التمييز ما بين الشاعر يكتب بنيه ان ما يكتبه قبل ما يكتب تسطر هو للغناء، بحال ناس الغيوان وجيل الجلالة عندهم زجالين خطيرين روعة، ولي عبد العزيز الطاهري، السي محمد الدرعم، السي العربي باطمة، المشاهب كان عندهم السوزدي والسي محمد باطمة. أنا كيجلس كيهز ستيلو وذهنهم منشغل بأن هذا النص سيغنى. بالنسبة لي ولمجموعة كبيرة من الأصدقاء الذين ينتسبون لهذا المجال، نكتب إذا وجدنا من يلحن فله الشكر، إذا لم نجد لم نكن نعول على ذلك. ولكن بالمناسبة هناك بحال دابا في أوروبا كاين بارول ماشي هي بوام، بارول مصوبة للأغنية، بوزي مصيبة للشعر، وكتبقى صدفة أن ملحن يتفاعل مع نص ما يعجبه ويفكر في تلحينه. الأساس هو قبل أو أثناء أو بعد الغناء، هل هناك شعر أم هناك كلام هضرة؟ في الدارجة ديالنا تنقولوا الهضرة، هذيك غير هضرة، معناها كلام. وكنقولوا أحيانا، ربما أنتم الجيل ديالكم ما دايرش عنده هذا التعبير، تيقول لك فلان ولا تيقول الكلام، يعني بحال شي مجذوب، معناها تيخرج كيقول الكلام، معناها ما كيقولش كلام الناس المتداول العادي في الأسواق والبيوت، ولا تيقول الكلام، كلام عميق يعني. هذا هو
سي أحمد، وأنا أبحث في سيرتك الذاتية، في الكثير من المرات تصادفني واحد الجملتين دائما كنجدهم مرتبطين بك، وهي الكتابة لأجل صيانة الوجدان والذاكرة المغربية، ثم أيضا مغربة الوجدان المغربي. إلا ممكن تفسر لي شوية هذه الجملتين اللي يرتبطوا بك أساسا. واحد الوقت المرحوم الحسن الثاني كان خد قرار بمغربة ديال الأراضي، كانت ديال انتزعت من أصحابها ومن الجماعة وامتلكت أثناء الاستعمار لبعض المستعمرين. إذن خدا مباراة مغربة تلك الأراضي ما بقتش ملك للفرنسيين وانتزعت بقوة القانون وأرجعت لأصحابها. كانت مغربة الإدارة، مغربة مجموعة من المؤسسات، وفي هاد إلا بغيتي تقول هاد الخصوبة الجميلة التي شهدها ذلك الفصل الزمني في المغرب، بدأ ما يسمى بمغربة الطوق. ما بقيناش مجرد صدى للمشرق، تنقلدوا محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرها، جا عندنا أصوات بحال فويتاح عبد القادر الراشدي اللي لحنوا بإيقاعات مغربية وبذوق مغربي، جاو ناس الغيوان جلالة والموجة كلها في المسرح. ما بقيناش متكين على كنقلدوا يوسف وهبي اسماعيل ياسين وفؤاد المهندس، ولكن نقلدوا المسرح الفرنسي. بدينا تنديروا ذواتنا، بدينا تنشوفوا راسنا في السينما ديالنا، بدينا تنشوفوا راسنا في المسرح ديالنا عن طريق السي الطيب العلاج والسي الطيب الصديقي وغيرهم. نعم، الشعر طبعا عبر كل الأزمنة لعب دورا رياديا في انتصار القضايا ديال الأمة أو القضايا ديال القبيلة. وفي نص لك، يعني هنا سأعود معك إلى الفكرة السابقة، سابق كتبت أو قلت بلدي المزوقة من برا أش خبارك من الداخل، اللي طلع دابا ينزل، اللي سمن دابا يهزل، لاباس لاباس لا مقدم لا عساس، لا تعظم مالي الجاه الرزق ضامنه وانت مولاه. اليوم هل انحصر دور الشعر وفضل الشعراء انتصار اللغة والجمال ولقضايا الذات، أم أن هذه التحولات فرضتها قضايا إما رقابية أو فنية أو جمالية؟ واش السي أحمد مازال نتوقعوا منه يكتب بحال هذا المقطع الشعري؟ استحضر هنا واحد القولة معذرة، كل مرة تتكى على شي واحد باش يقطعني الطريق لعندك. أحد أعضاء فرقة البيتلز سئل لماذا لم تعد تشارك في المظاهرات ولم تعد تغني للقضايا الكبرى وللإنسانية وضد الحرب، قال لهم أنا أعطيت من عمري 10 سنوات للقضايا الإنسانية، سواء بالحضور في المظاهرات أو الوقفات أو الكتابة والغناء، أنا أعطيت مكفى. راه من السبعينات حتى الأواخر التسعينات، الله يجعل البركة، ما نقولش تقاعدت، ولكن الطريق اللي مشيت فيها دابا عندها خصوصيتها، وماشي تتفرض عليا المواضيع. أنا بالنسبة لي مظاهرة أبلغ من قصيدة، مظاهرة ووقفة احتجاجية قد تكون ضاغطة وتنتزع مكاسب أهم من قصيدة، ولا أظن أن هناك في التاريخ البشري قصيدة حررت بلدا
أو غيرت الظلم والطغيان. إذن أنا مع القضايا في حياتي اليومية مناصر لكل ما هو عادل، بغض النظر على بغض النظر عن أنني أنتسب لقطر غير القطر. فأنا مساند للمظلومين في فيتنام والصين مثل ما أساند المظلومين في فرنسا وروسيا، ومثل ما أساند المظلوم في المغرب والمظلوم في فلسطين. إذن القضايا العادلة لا يمكن الإنسان أن يكون مستقلا عنها، غير هو فرق في الكتابة والفن بصفة عامة، سواء كان رقصا أو مسرحا أو سينما أو تشكيلا إلى آخره، له مزاجيته. انتزعت أو نزعت نفسي من كنت واحل في الشعر، مثل القصيدة اللي قريتي المطلع ديالها اللي كانت في 76، راه الجو العام كان هو الوقود ديال الإبداع. هذا هو النموذج ديال الرشوة اللي تكلمتي عليه قبل، الرشوة اللي كنتو تعطيو للجمهور، هل هذا النموذج؟ بيان سور. وهناك من كان يكتب خارج هاد، لو بغيتي خارج هاد الكورال، حنا كنا كورال، كل واحد كيكتب، ولكن كنا ضمن كورال، بحال يعني تنديروا مثلا مادة نكتبوها وتنديروا الملحقات، طلب ولا مقال ولا تنديروا الملحقات، حنا كنا غير مجرد مواد ملحقة بالفعل النضالي. كان النضال هو الأسبق، السياسي هو المتقدم، الشاعر والفنان مجرد صدى مبحوح، ماشي تا صدى قوي، صدى مبحوح للسياسي. ومشي سهل أن الواحد يفطم راسه، مفطم واحد يفطم راسه على واحد الشيء كان مخدر به، الكلام ديال الجماهيرية، لغة الشعب، صوت الشعب، شكون اللي عطانا باش نتكلموا بصوته؟ شكون حنا باش نتكلموا بصوت الشعب؟ حنا مجرد مبدعين على قد الحال، كنتعافروا مع الكلمة، نجيب واحدة اختها ونلاقيوها ونحذفوا هادي ونزيدوا هادي، لا يعني واحد الوقت جات بحال الصحوة من الإيديولوجية. يعني شكون حنا؟ ما قوتنا؟ واش هاد الغرور وهاد النرجسية نسميو راسنا حنا صوت الشعب، صوت الجماعة؟ سير تركن يا مبدع، قرا شوية، حارب الأمية وخذ الطريق. نمشي معاك السي أحمد لجائزة المغرب للكتاب سنة 2023، صنف الشعر آلت إلى ديوانك جزيرة في الماء، ياك في السماء، جزيرة في السماء. اللي كانت في الماء مابقاش الشعر. عفوا، جزيرة في السماء. السي أحمد الزجل نقدروا نقولوا ينزعها من الشعر الفصيح، لأنه نافسه في نفس الصنف، لأن ما كيناش عندنا جائزة ديال الزجل وجائزة ديال الشعر، ولكن تنافس في صنف واحد، وآلت الكفة إلى الزجل. هذا الإنجاز هو واش في تقديرك السي أحمد، واش هو إنجاز فردي لشاعر سميتو السي أحمد المسيح، أم إنجاز واعتراف بالزجل المغربي الذي استطاع أن يسحب هذه الجائزة من الشعر الفصيح؟ أنا بالنسبة لي تعطى الشعر الديوان أمازيغي مكتوب بالأمازيغية أو ديوان مكتوب بالفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو العربية الفصحى بالطريقة العمودية، ولا بقصيدة النثر، ولا بقصيدة التفعيلة، أو لقصيدة مكتوبة بالعامية، هناك
مساواة، هناك كل شيء يساوي كل شيء، يبقى التنافس بين الدواوين، لأن الجائزة هناك كثير من الناس يخلطون بين أحمد المسيح وجزيرة في السماء. الجائزة تعطى للكتاب ولا تعطى لصاحبه، الجائزة ما تعطاتش. أنا ربحت من الكتاب، أنا فزت بالكتاب. الجائزة رسمتها جائزة المغرب للكتاب، بمعنى أن الكتاب يرشح ضمن مجموعة من الدواوين، واللجنة تتبقى ترتب 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 حتى كيبقاو ثلاثة هما الآخرين، وكيكون واحد التساوي واحد التنافس، وأحيانا إلا ما اتفقوش تيوقع التصويت. لأبوح لك بشيء، ليست المرة الأولى التي أرشحوا فيها، أحيانا تنبقى من ثلاثة الآخرين، ولكن كيفوز شي ديوان حسن من الديوان ديالي، وأهنئ صاحبه. وبصدق أنا كنت من الذين يعارضون تخصيص جائزة خاصة بالزجل. نحن واقعيون ويجب أن نظل عقلانيين. فجائزة الشعر انتزعت من بين جائزة واسعة كان سميتها الأدب، فيها الرواية، القصة القصيرة والشعر. وفي الفترة فترة ما اجتهد الإخوان في الوزارة وجعلوا الشعر مستقلا والسرد مستقل حتى يعطى. إذن وأنا أرفض بأدب بطبيعة الحال اللجنة التي خاطبتني لنطلب من أحد الوزراء السابقين تخصيص جائزة خاصة بالزجل، فقلت لهم يا أخي إني ومجموعة من الأصدقاء نناضل أن يكون الزجل يعامل على قدم المساواة مع القصيدة المكتوبة بالعربية المدرسية. كيف أتناقض مع نفسي؟ حتى أنني أعتبر نفسي خريج قصيدة التفعيل المكتوبة بالعربية الفصحى. بطبيعة الحال أغتني بتراثي من الملحون، من عيطة، من عبد الرحمن المجدوب، من متول وحكايات وحجايات شعبية إلى آخره، ولكن شجرتي الحقيقية أو البذرة الحقيقية جات من الشعر المكتوب بالفصحى. نعم. سي أحمد كتبع شوية مواقع التواصل الاجتماعي ولا؟ مرة مرة. المهم هذا السؤال الأخير ومرتبط بهذه المواقع. لا ما كملتش لك السر. اه طبعا تفضل، ولكن لا الجزء ديالو لا هذا العام ما كنتش غنرشح الديوان ديالي. ترشحت شحال من مرة ما جابش، الله صافي. إذن راه يعني ما غنجيش بحال بعض البكائيين إقصاء ولا لا. كاع الفترات اللي ترشحت فيها الدواوين اللي فازت حسن من الديوان ديالي، بشجاعة أقولها وغير غير مدعي. كاين اللي كيعتبر راسو لا أحد يكتب قبله ولا بعده إلا ما خداش جائزة، ويبدا يبكي ويلعن العالم كامل. لا أنا بالنسبة لي هاد العام ما كنتش غترشح. لا قلت شحال من مرة ترشحت ما جابش. لا إذن يمكن داكشي اللي كندير أنا ما غيعجبش النقاد وهذا. فصديق أثناء تناول القهوة في المقهى المفضل ديالو في شارع محمد الخامس قال لي واش حطيت الديوان ديالك الاخر؟ لا. علاش؟ قلت له صافي عييت، صافي يأست من علاش. شكون قال لي ماذا تسبق الأحداث؟
وساعدني في القيام بالإجراء، ما تنعرفش ندخل الموقع وتخرج منه وتعاود تدخل الروموس وداك الشيء. زعما يلاه جهدي، عندي محارب السنة أولى في محاربة الأمية في هذا الشيء ديال الإنترنت وهذا. ولدي ولا مرتو اللي كيحلوا، ولا الحفيدة ديالي اللي كيحلوا لي المشاكل مع البيسي. و مهم ساعدني حتى وضعته ترشيح ووضعته الديوان في المكتب ديال الاستقبال ديال الكتب المرشحة، ونسيت الأمر مسبقا. كان عندي قناعة بأنني لن أفوز. عندما اتصلت بصديقة في من أحد الجرائد الوطنية لمرك الجائزة، سألتها أي جائزة، لأن ما فراسيش. فإذا بأفاجأ قلت ربما هذيك المزحات ديال الانترنت أعلنوها وهي ماشي حقيقية، قلت حتى تعلن الوزارة رسميا الجائزة، وهكذا كان. إيوا هنيئا لك. فكنت غنترشح نهائيا. ورجع معك لهذا السؤال. أنا ما بغيتش نقول الاسم ديال الشخص، يمكن ما يبغيش. من الأحسن. هو رجل عفيف. ومن الأفضل هذا الجواب أنه يكون باقتضاب. قلت بأن في مواقع التواصل الاجتماعي كاين واحد النقاش حول واحد الترجمات للزجل المغربي إلى الإسبانية في إحدى الجامعات بقيادة واحد المستشرق، ولكن فيها واحد النقاش كبير، في واحد عدم رضا، واحد تغييب ديال واحد التجارب مهمة. يعني هل لك أن تدلي بدرويك في الموضوع أم أنك بعيد عن هذا السجال؟ يعني هذا المهم، هذا السجال كل مرة يقع على حدث ما. أنا بالنسبة لي من يشرف على الأنطولوجيا له الحق، بحال شي واحد دير العرضة يعرض على من ما بغى. اللي ما باغينش يفكروا الناس يميزوا ما بين واش عندك شي مؤتمر تقول كاين الإقصاء، لا خاص التمثيل ديال هاد الجهة ولهاد الجهة وهاد الإقليم وهاد المدينة. لا، هذا شخص أولا له دراية كبرى بالدارجة المغربية، دكتورته على الحكاية الشعبية الشفوية في الشاون، له قاموس معتمد في الجامعات الإسبانية على الدارجة المغربية والإسبانية، بل أكثر من هذا بحث في المفردات الإسبانية وجذورها في العربية الفصحى. هذا شخص ماشي كيقيديه شي حد كيف كيوهموا الناس. زائد أن كاين نصوص ديال الزجل سهلة للترجمة، كاين نصوص صعبة يترجمها أجنبي، ممكن لا ترجمها مغربي شيء. وهذا الشخص راه ملي ترجم للناس من قبل كان كيجلس معاهم كلمة بكلمة. إذن هاد المجهود ديال الشخص له الحق، كامل الحق. وهذه ماشي المرة الأولى اللي وقع فيها مشكل ديال كاينين الناس ما تعيطش ليهم المهرجان يسبوا، ما تعيطش عليهم اللقاء يسبوا، ما تعيطش ليهم الندوة يسبوا. أنا بالنسبة لي أول شيء، أول مبدأ، هذا الشخص له كامل الحرية، ما قالش غندير أنطولوجيا تمثل الزجل المغربي حتى نطلبوا منه جميع الحساسيات، يكون له كامل الحق يختار من بغى. قرى اللعبي بقيمته ومقامه شحال دلعانات وصلوه فاش دار الأنطولوجيا، هو كيقول لهم أنا كنختار النصوص اللي تتجاوب مع الذوق ديالي اللي اثرت فيا. إذن ما بغيتش ندير شي حد ما نديرو، وكأن هناك مؤامرة وإقصاء، وهي اللي إقصاهم نصوصهم غير صعبة ديال الترجمة فقط. إذن كنشكرك السي أحمد على هذا التوضيح، وكنشكرك على الاستجابة لهذه الدعوة ديال البرنامج، وكنشكرك أيضا على اتاحت لنا الفرصة لهذا النقاش الشيق
والجميل معك، وشكرا لك كثيرا ومرحبا بك. عفوا، الشكر الشكر لكم انتم اللي استضفتوني، و شغنقول تحتوا لي فرصة أنني خرجت مجموعة الأشياء كنت غير مخبئة. مرحبا، تبارك الله على السهم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.